بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، انتقل اليوم إلى رحمات الله تعالى وعفوه وغفرانه بإذنه ورحمته عبده الفقير إليه أستاذنا محمد حسن. نتقدم من أسرة الفقيد وأحبابه، ومنكم يا أحباب الكرام بأحر التعازي وصادق الدعوات، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر الجميل والرضا بقضاء الله الجليل، ونضرع إلى الله تعالى أن يتغمد فقيدنا الحبيب بواسع رحمته وأن يرفع مقامه، إنه هو حسبنا ونعم الوكيل. أقول لعائلة الفقيد: عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، وغفر لأستاذنا محمد حسن وأسكنه فسيح جناته، وأخلف على الأمة الإسلامية بفقده وعلى جميع المسلمين أجمعين، وأخلف علينا وعليكم خيرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بإسنادي إلى كتب السنن عن أسماء بنت يزيد قالت: لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم بكى رسول الله، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له المعزي: إما أبو بكر وإما عمر، أنت أحق من عظم الله حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخرة تابع للأول، لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا، وإنا بك لمحزونون. Brothers and sisters in Islam, when Ibrahim, the son of Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, died, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam wept. The one who was condoling him alayhi salatu wasalam, either Abu Bakr or Umar radiyallahu anhuma, said to him, "You are indeed the best of those who glorify Allah subhanahu wa ta'ala with what is due to him." The Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam says, "The eye weeps and the heart grieves, but we do not say anything that angers the Lord." Whereas not the death is something that certainly comes to all, and that the latter will surely join the former, then would have been more than we are. Verily, we grieve for you. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We belong to Allah subhanahu wa ta'ala, and to Him we shall return. Brothers and sisters, I would like to say to the family of Mr. Hassan, our deepest condolences to you upon the passing of your father. So sorry to hear of your father's passing. Please accept our heartfelt sympathies on the loss of your loved one. Words cannot express how sadness we are to hear of your loss. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him mercy. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you and your family sabr in this difficult time, and reward you with khair both in this world and the next. Allahumma ameen. Ikhwani wa khawati, I will make dua inshallah for him, so please say ameen. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulah wa wassi' mudkhalah. واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وابدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم وأعذه من عذاب القبر، ونجه من النيران.
اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم وادخله الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم كن به رؤوفا رحيما، ولدعاء من دعا له من المؤمنين والمؤمنات سامعا ومجيبا. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم افسح له في قبره مد بصره. اللهم يا أرحم الراحمين، واملأ قبره بالرضا والنور. اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك. اللهم فقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك. اللهم إنه كان يشهد أن لا إله إلا الله، اللهم إنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم وأنت أعلم به منا يا أرحم الراحمين. اللهم إنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا وأنت أعلم به منا. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه. اللهم آته برحماتك رضاك، وآته برحمتك الأمن من عذابك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين. رحمك الله أخي، رحمك الله أستاذي، رحمك الله والدي الكريم محمد حسن. وإلى حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.